السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة شيخنا. نعم تفضل. الحمد لله. شيخنا أنا معايا سؤال بس هو من شقين، يعني الشق الأول إن أنا بشارك يعني بضارب مضاربة شرعية، بشتغل في الأجهزة بالتقسيط بيع بالتقسيط. فحصل معايا ظرف إن أنا اضطريت إن أنا أسحب المبلغ الخاص بي أنا بأرباحه في سنة من السنوات لبناء بيت، مع بقاء باقي المبلغ الناس اللي أنا مشغلهم فلوس. فاخدت سنه او سنتين بشد الفلوس للناس فقط، يعني بدون ان انا ماليش راس مال، بشغل فلوس للناس بنسبه الربح المتعارف ما بين الناس بالضوابط الشرعيه. هل في مشكله ان انا ما يكونش لي راس مال؟ لا مش الآن اختصارا، يعني أظنك كنت تضع لرأس مالك الخاص بك نسبة، نعم الآن هترفعها طبعا، ليس لها نسبة. أيوة الآن يعني أنت كنت تأخذ مقابل الاستثمار نسبة ومقابل رأس المال نسبة. طيب الآن مفترض أنك سحبت مالك، الأرباح الخاصة بمالك تصبح صفر ويبقى الربح الخاص بالاستثمار، وإن أخبرتهم يكون أسلم لدينك. لا يجوز لك، لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك هذا، لأنك تؤثر على أموالهم، على ربحهم، تأخذ مال خاص بك من أموالهم وتعطله عن التشغيل. نعم أي سامحك، سامح يا عبد، بارك الله فيك.